السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنكمل المواضيع الريسبيريشن بتاعتنا. ختمنا المرة اللي فاتت ان احنا قلنا ان احنا في حاجة اسمها control of respiration، يعني احنا عايزين نتحكم في النفس. اتفقنا بقى ان control of respiration خدنا فيه جزء بتاع respiratory centers اللي هما مراكز التنفس بالتفصيل. تعال بقى النهاردة نبدأ نشوف ازاي ممكن ننظم شغل respiratory centers، ازاي ممكن نعمل لها regulation. فنبدأ نتكلم على respiratory regulation. بنقسم طبعا regulation اللي هو respiratory، تحكم في النفس عن طريق حاجتين، يا إما شوية chemicals مواد كيماوية وساعتها بنسميها chemical regulation، يا إما بقى reflexات عن طريق أوامر عصبية جاية فبنسميها nervous regulation أو non-chemical زي ما هو مسميها عندكم في الكتاب. فجنب كلمة non-chemical اكتب لي قدامها nervous، الاثنين أصلا صح. تعال بقى نبتدي دلوقتي نتكلم على chemical respiration. قبل ما ادخل في تفاصيل الكيميكال افكرك بس بكذا حاجه. الحاجه الاولى ان ديورينج ريست في الراحه كده خالص هتلاقي نفسك بتستهلك او بتاخد تقريبا في الدقيقه 250 ملي اكسجين، وبتخرج في الدقيقه حوالي 200 ملي CO2. ده الكميه بتاع الغاز نفسه. مش مهمه قوي المعلومه دي، الاهم بقى اللي جاي. في حاجه حلوه جدا مهمه خالص اسمها بالمونري فنتيليشن. بالمونري فنتيليشن معناها كمية الهواء اللي سعادتك بتتنفسها في الدقيقة. طب احسبها ازاي؟ اشوف انا في النفس الواحد باخد قد ايه هواء او بطلع قد ايه، او لان ده هو ده اللي بيدخل هو اللي بيطلع. بيدخل 500 ملي سميناهم تايدال فوليوم، بيطلع 500 ملي سميناهم تايدال فوليوم. قالك بعد ما تبدأ تشوف الكمية اللي في النفس الواحد، شوف انت بتتنفس كم مرة في الدقيقة، يبقى كمية الهواء اللي في النفس الواحد اللي هو تايدال فوليوم تضربها في عدد مرات النفس في الدقيقة اللي هو تقريبا بيتراوح من 12 ل 18، او بعض الكتب تكتب من 12 ل 20 نفس في الدقيقه. اضرب بقى 12 في 500 ملي يديك 6000 ملي في الدقيقه، يعني ساعتك بتتنفس تقريبا 6000 ملي هواء في الدقيقه. الهواء ده بقى عباره عن اكسجين وCO2 وجزء صغير وجزء نيتروجين. فيقول لك ال 6000 ملي دي تعادل 6 لتر. اتفقنا؟ دي بنسميها pulmonary ventilation، يعني كأنك بتحسب كده هناك في القلب او في الكارديوفاسكولار الجزء بتاع الكارديك اوتبوت، عايز احسب كمية الدم اللي بيضخها في الدقيقة. فشوف كم اللي في الضربة الواحدة قد ايه، وبعد كده اضربها في عدد الضربات، صح؟ نفس الموضوع. طيب تعال بقى نبدأ نخش على الكيميكال ريجيوليشن. كيميكال ريجيوليشن قال لك ده يعتبر البيزك بتاعنا، ده الأساس، ده الأهم من النيرفس كمان. عظيم قوي يا دكتور. طيب ايه الحاجات اللي بتخلي اصلا الكيميكال ريجيليشن يشتغل؟ يعني ايه الحاجات اللي بتحفز هذه الكيميكالز، يعني ايه المؤثرات بتاعتي؟ قالك في ثلاث حاجات مهمه جدا، غازين السي او 2 والاكسجين، وحاجه مرتبطه بالسي او 2 الا وهي الهيدروجين. والهيدروجين هنا هي ممثله عن الاسيدز الاحماض. فلما اقول لك عالي الهيدروجين يعني في اسيدز زياده، في اسيدوزس، قل الهيدروجين يعني قلت الاحماض. اتفقنا؟ فاحنا عندنا الاستيمولس بتاعي هو عباره عن ثلاث حاجات، عباره عن السي او 2 والهيدروجين، دول لما يزيدوا يشغلوا ريسبيريشن، يحفزوا التنفس يخليك تتنفس اكتر، او نقص الاكسجين. يبقى ايه الحاجات اللي تبدا تعمل استيميوليشن للنفس تخليك تتنفس بسرعه؟ نقص الاكسجين وزياده حاجتين السي او 2 والهيدروجين. تمام كده؟ طيب مين الريسبتور بقى اللي الحاجات دي بتشتغل عليها؟ قال لك الريسبتور اسمها كيمو ريسبتورز، اسمها كيمو ريسبتور. طبيعي يا جماعه بتاثر عليها كيميكالز، مش هيبقى اسمها محمد ريسبتور، يعني اسمها كيمو ريسبتور. هذه الكيمو ريسبتور قسمها لك في الكتاب نوعين، يعني نادر قوي لما بيذكرها في الكتب اصلا، مش بندقق عليها خالص، مش دول النوعين المهمين بس نعرف اسمائهم. في نوع من الكيمو ريسبتور اسمه اكشن، ونوع تاني اسمه سلايت انهبيتوري كيمو ريسبتور، كاني ما قلتهمش ففكك منهم دلوقتي. اللي يهمني بقى ان في تقسيمه تاني للكيمو ريسبتور على حسب اماكنها، والمكان بيبدا يختلف عليه الحاجات اللي بتاثر عليه زي ما هنشوف كمان شويه. فاقسمها لك لحاجه اسمها سنترال كيمو ريسبتور وحاجه اسمها بريفرال كيمو ريسبتور. نبدا بقى نتكلم على السنترال كيمو ريسبتورز. مالها بقى السنترال كيمو ريسبتورز؟ مكانها موجوده بالظبط فين؟ قال لك تخيل كده ان ده البرين بتاعنا، وده البرين استمع عباره عن ميد برين وبونس وميدله. فدي الميدله، شايف انت الجزء اللي انا هبدا الونه باسود ده؟ الدوائر دي يا جماعه هي دي الريسبتورز. اللي عندك في الكتاب مسميها لك حاجه اسمها كيمو سنسيتيف اريا، وعامل لك السهم هنا. لا يا جماعه، هو كاتب لك كيمو سنسيتيف اريا يقصد بيها الحته دي، ده كده الكيمو سنسيتيف اريا اهو، او نقول عليها السنترال كيمو ريسبتورز، وده الاسم اللي بنشتغل بيه عادي جدا.
يبقى السنترال كيمو ريسبتور زي هي الكيمو سنسيتيف اريا الموجوده في البرين، والسنترال لانها في البرين لان في بريفرال موجوده عند الهارت في الاورطه كده هنشوفها وفي الكاروتيد والكلام ده. طيب المفروض بقى السنترال كيمو ريسبتور ده ريسبتور يطلع منه افرنت، شايف الاخضر ده؟ ده افرنت رايح ياثر على مين؟ قال لك الازرق ده عباره عن ريسبيراتوري سنتر، عباره عن مين؟ ريسبيراتوري سنتر. ولانك ساعتك لما بتحفز النفس والنفس مقصود بيه انك تاخد شهيق فيسموه لك انسبيراتوري سنترز او انسبيراتوري اريا، فساعتك لما يبدا بقى يكتر السي او 2 او الهيدروجين ويقل الاكسجين يروح يشغل ده وده يروح يشغل الانسبيراتوري سنترز، فالانسبيراتوري تاخد شهيق اكتر، فتبدا لما تاخد شهيق اكتر تعوض نقص الاكسجين فتاخد اكسجين كتير وتطلع سي او 2 كتير والموضوع يتحل عندك بالفقاقه كده. طيب هذه الريسبتور اماكنها فين؟ قال لك في الميدله. فين في الميدله بالظبط؟ يسال يعني يوصفها لك كده اناتومي شويه، يقول لك موجوده بايلاترال، يعني لو انا باصص لك كده الميدله هو مقسومه نصين، نص هنا ونص هنا، فموجوده منها كيمو ريسبتور الناحيه دي وكيمو ريسبتور الناحيه دي. ليه يا دكتور؟ لان انا كان عندي السنترز بتاعه الريسبيريشن كانت موجوده بايلاترال، فيبقى في سنترال ريسبتورز لكل ايه؟ لكل سنتر بتاع ريسبيريشن. يعني انا عندي مركز تنفس هنا مركز تنفس هنا، يبقى ده معاه الريسبتورز بتاعته وده معاه الريسبتورز بتاعته، فتلاقي الريسبتورز السنترال موجوده باي لاترال. فين؟ قال لك جاست بينيث، على طول تحت. تحت مين؟ قال لك الفنترال سيرفيس بتاع الميدلا اوبلونجاتا. يعني لو الميدلا اوبلونجاتا موجوده كده المنطقه دي وده الفنترال سيرفيس بتاعها، تحتها على طول تحت الفنترال سيرفيس على طول تبدا تلاقي هذا الكيمو ريسبتورز. قال لك ايه بقى اللي بيحميها؟ يعني ايه اللي بيحميها من المؤثرات اللي ممكن تكون في الدم؟ بص يا جماعه، تخيل مثلا كده ان دي السنترال كيمو ريسبتور، في هنا حاجز خلاص بيبقى موجود حوالين البرين والبرين ستيم، خلاص ادي الحاجز الازرق ده، وهنا دي البلاد فيزلز اللي قريبه من البرين بتاعي، تمام؟ هنا في حاجات جوه البلاد ممكن تاثر على الكيمو سنسيتيف ريسبتورز او الكيمو سنسيتيف اريا، فانا عايز امنع دخولها انها تاثر على. ليه تمنع دخولها يا دكتور؟ تخليها تدخل يا عم، حد بيمنعك انك تدخل حيلا يا بابا. ليه بقى؟ لان في بعض الدراجز ما ينفعش انها تاثر على البرين لو اثرت تضرك، فنعمل ايه؟ في يوم ربنا سبحانه وتعالى عامل لك كده فاصل ما بين البلد صح كده وما بين البرين. مين الحاجز ده؟ اللي هو الازرق اللي انا عمال اتقله ده، يبقى ده حاجز ما بين البلد والبرين فنسميه بلد برين، وحاجز معناها بارير، عارف حاجز المرور بارير، فده بنسميه بلاد برين بارير بي بي بي، خلاص. طيب مين بقى الريسبت المحفز او المؤثر او الستيمولس اللي ممكن يشغل هذه الريسبتور؟ دكتور ما احنا لسه قايلين يا عم اللي هو نقص الاكسجين وزياده سي او 2 والهيدروجين. هل الاكسجين لما بينقص يشغل دي؟ قال لك لا. ليه بقى؟ لان لازم عشان اثر على الريسبتورز دي لازم اروح لها وتحس بنقصي. طب هل دي تحس بنقص الاكسجين؟ قال لك لا. ليه يا دكتور؟ لان الاكسجين كده كده ما بيدخلش عندها. ليه يا دكتور؟ قال لك سعادتك لان الاكسجين ما يعرفش يعدي البلاد برين بارير، لان اي حاجه عشان تعدي محتاجه انها تكون ليبيد سوليبل والاكسجين لا يتميز بده. فيقول لك مين بقى المؤثر؟ اسمع الحته دي وافهمها كويس معايا. المؤثر هو الهيدروجين بطريقه مباشره بالدايركت افكت، والسي او 2 بطريقه غير مباشره indirect effect. مش فاهم يا دكتور الصراحه، انا مش فاهم. طب ايه بقى الكلام ده؟ تعال نشوف ازاي الهيدروجين هو اللي بيأثر بطريقه مباشره والسي او 2 بيأثر بطريقه غير مباشره. تخيل كده ان التفاعلات اللي انا هكتبها هنا دي بتحصل في الدم، اتفقنا؟ دلوقتي السي او 2 عالي في الدم، عظيم، حلو. لما يعلى يلاقي في الدم ميه، يقوم يتحد مع الميه اللي موجوده في الدم، يقوم لما السي او 2 يتحد مع الميه يكون لي حمض اسمه H2CO3، حمض الكربونيك ده. سرعان اول ما يتكون سرعان ما يتفكك، واول ما يتفكك كل ده بيتفكك في الدم وبيحصل في الدم، يتفكك الى هيدروجين والى بايكارب اللي هو بايكربونيت، صح؟ ادي الهيدروجين بقى هنا، الهيدروجين ده يعرف يعدي؟ قال لك لا. يبقى الكلام ده ينفع يحصل في الدم؟ لا يا جدو. شفت بقى؟ يبقى الكلام ده ما ينفعش يحصل في الدم. يحصل امتى بقى؟ قال لك اللي بيحصل كالاتي، السي او 2 يبقى موجود هنا، السي او 2 سهل ان يعدي البلاد برين بارير، لما يعدي البلاد برين بارير اصبح السي او 2 هنا.
يبقى غلط ان انا اقول ان الكلام ده يحصل في الدم، انما الصح يحصل عند البرين. فين بقى في البرين يا دكتور؟ هو في ميه عند البرين؟ طبعا يا حبيبي، في ميه عند البرين اسمها او حوالين البرين اسمها CSF اللي هو السيريبرو سباينال فلويد، السائل حوالين المخ والسباينال كورد، حبل الشوكي. السي اس اف ده ميه وجواه شويه مركبات كده مهمه جدا ليها، يبقى نحكي بعد كده ان شاء الله عنها، مش موضوعنا دلوقتي. يدخل بقى CO2 يقدر يعدي. اشمعنى يقدر يعدي CO2؟ قال لك لانه ليبيد سوليبل، فيقدر يدوب خلال البلاد برين بارير من برين عادي. فلما يدوب يدخل يلاقي الميه عند البرين، لما يلاقي الميه بتاع سي اس اف يتحد معاه يكون H2O3، يتفكك الى هيدروجين وبايكارب، والهيدروجين هو اللي يروح ياثر. الهيدروجين هو اللي راح ياثر لما سي 2 ما اثرش. فيقول لك السي 2 ياثر بطريقه غير مباشره، ليه؟ اندايركت افكت. ازاي؟ بص يا هيدروجين، انا مكسوف اروح للكيمو ريسبتور، فمش عارف اقول لها الصراحه. ممكن تروح تقول لها بدالي، هو الهيدروجين راح ياثر، صح؟ اثر بعد مين يعني؟ لولا دخول السي 2 لما استطاع الهيدروجين ياثر، كانش هيعرف انه ياثر على هذه الكيمو ريسبتورز. اتفقنا؟ انما الهيدروجين لما تحول هو اللي راح اثر بطريقه مباشره على الكيمو ريسبتور. اتمنى تكون اتفهمت، لان الحته دي مهمه جدا جدا جدا. فكده نقدر نقول ان الاكسجين والهيدروجين اللي هما الاثنين دول، اكسجين وهيدروجين، كانت كروس البلاد برين بارير، انما السي او 2 يقدر يعدي البلاد برين بارير. مين اللي دايركت افكت؟ اللي اندايركت قلناها. معلومه صغيره بقى قد كده، يقول لك ايه؟ احنا عندنا يا جماعه السي او 2 موجود بنسبه معينه، قلنا لما بيعلى بيحفز السنترز فيزود عدد مرات النفس، يعني يزود الشهيق او يزود الفنتيليشن، التهويه، خليك تتنفس. فيقول لك لو مقدار الزياده البسيطه في السي او 2 مثلا لو زاد 3%، متخيل؟ لو زاد مش 3 مرات، 3% من مقدار وجوده، لو زاد 3% قال لك ممكن يضاعف عدد مرات النفس. يعني انا لو طبيعي السي او 2 في جسمي وانا بتنفس 12 مره، لو السي او 2 زاد بمقدار 3% اتنفس 24 مره، متخيل؟ بيضاعف، بيدبل عدد مرات الفنتيليشن او النفس بتاعي. تعال بقى نبدا نروح لتاني حاجه، الا وهي البريفرال كيمو ريسبتور. فنمسح الكلام اللي احنا كتبناه هنا ده. يلا بينا. ايه بقى موضوع يا سيدي البريفرال كيمو ريسبتورز ده بقى؟ اتكلم عليها برضو ومكانها وبتتاثر بايه وبتشتغل ازاي. تعال نشوف، سهله جدا. البريفرال كيمو ريسبتورز مكانها موجوده في حاجتين بريفرالي. بريفرال يعني لا موجوده عند السباينال كورد ولا عند البرين. امال موجوده فين؟ عند الهارت. لو ده الليفت اتريوم، الاذين الايسر، وتحت منه الليفت فنتريكل، وخارج منه الاورطه، هنلاقي هنا حاجه خارجه من الاورطه كده اسمها اورتيك بادي، صح؟ الاورتيك بادي دي موجوده جواها الكيمو ريسبتور. طيب وبعد كده من الاورتك، من الاورطه ده بيبدا يطلع منه حاجه اسمها كومن كاروتيد ارتري، الشريان السباتي. بيبدا يطلع يجي يتقسم حاجتين، انترنال يخش يغذي البرين من جوه، واكسترنال اللي احنا بنحسه هنا ده، صح؟ لما نشوف واحد عايش ولا ميت. الاكسترنال بقى كومن كاروتيد عند البايفيوركيشن اللي هو التفرع في بدايته، هتلاقي بادي تاني اسمه كاروتيد بادي. هناك في الكارديوفاسكولار كان اسمه كاروتيد ساينس. كان في ايه؟ كان في حاجه اسمها بريسو ريسبتور او البارو ريسبتور، انما هنا جواه كيمو ريسبتور اللي هو البادي. خلاص؟ طيب يبقى عندي المكان بتاعهم موجود فين؟ في الكاروتيد بادي والاورتيك باديز. طيب قال لك دول بقى ريسبتور يطلع منهم افرنس يوصلهم بالسنتر. الافرنت اللي يطلع من الاورتيك بادي ده بيبقى الكرينيال نيرف رقم 10 اللي هو اسمه فيجاس نيرف. ده كده الافرنت اللي بينقل الامبلس ده. وعندي بعد كده الكاروتيد بادي بيبدا يطلع منه الافرنت رقم 9. يبقى الكاروتيد بيطلع منه 9 اللي هو الجلوستوفارينجيال، ده اسم الكرينيال نيرف. والاورتيك بادي يطلع منه رقم 10 اللي هو الفيجاس نيرف. يروحوا يشغلوا ريسبيراتوري سنتر، والريسبيراتوري سنتر يبدا يشغل عضلات النفس. ساعتك تبدا تاخد نفسك على حسب عدد المرات والارقام اللي احنا هنقولها. طيب سليم، ده كده بالنسبه للسايت الاستيمولس. هناك في الجزء بتاع السنترال كيمو ريسبتور كنا قلنا اكتر حاجه بتاثر هنا يمين، اللي بياثر اكتر السي او 2 بيأثر طريقه غير مباشره، والهيدروجين طريقه مباشره. طيب هنا بقى قال لك الكيمو ريسبتور البريفرال تتاثر اكتر مينلي بالاكسجين. حلو قوي. ويزود لك بيقول لك بالديسولفد اوكسجين. وحش قوي، زعلوش يا جماعه. ايه بقى الفرق؟ ايه فكره الديسولفد اوكسجين ده؟ يقول لك اللي احنا بنسميه الفيزيكال فورم. بص يا اولاد، في كده عندنا الاكسجين بيبقى موجود منه صورتين، صوره اسمها فيزيكال فورم وصوره اسمها كيميكال فورم او باوند. الكيميكال دي اللي بتبقى ماسكه في الهيموجلوبين، الفيزيكال دي نسبه صغيره جدا هي دي اللي بتاثر على الريسبتورز اصلا. معايا؟
يبقى الفيزيكال فورم مقصود بيها النسبه الفري اللي هي دي السولفد دايبه ومش ماسكه في حاجه، هي دي اللي بتاثر. فيقول لك مينلي بتتاثر بنقص الاكسجين، لان احنا قلنا الحافز بالنسبه لي لما كنا كاتبينها هنا يا اما نقص الاكسجين يا زياده CO2 والهيدروجين. يبقى هنا نقص الاكسجين اللي هو فيزيكال ايه فورم. قال لك بص بقى، لو جينا مثلا في حالات الانيميا الاكسجين في جسمي بينقص شويه، ممكن ينقص. طيب ايه رايك في الهيموجلوبين، مين ينقص اكتر؟ هل مثلا الفيزيكال فورم للباوند، الباوند هي اللي بتنقص، الهيموجلوبين ينقص فيقل الاكسجين اللي بيشيله، صح؟ انما الفيزيكال فورم زي ما هي معايا، فهتلاقي الفيزيكال فورم بتاعي نورمال. عشان كده الانيميا doesn't affect الكيمو ريسبتور، ما بتاثرش عليها. انما في حالات بقى زي الهيموريدج او الهايبوتنشن، واحد مثلا حصل له هيموريدج نزيف وضغطه واطي قوي، فالنزيف ده بيفقد دم، الدم بقى فيه الباوند وفيه الفري اللي هو الفيزيكال، فبيفقد الاثنين فكميه الفيزيكال تقل، فلما يقل الفيزيكال فورم هيبقى افكتد. يبقى صح ده معناها بيافكت على الكيمو ريسبتورز. اتمنى تكون اتفهمت. تاني حاجه بتاثر على البريفرال كيمو ريسبتور زياده الهيدروجين سي او 2، ولكن ليهم سلايت افكت، يعني تاثيرهم بسيط خالص، انما مين اللي بيتاثروا بمين؟ بالاكسجين. عظيم جدا. تعالى بقى نبدا نشوف ايه هي الميكانيزم اوف ستيميليشن اوف كيمو ريسبتور. كيمو ريسبتور ايه اللي بيشغلها؟ قال لي بيشغلها ثلاث حاجات، يا اما الاكسجين تنشن، يا اما سي او 2 تنشن، يا اما الهيدروجين كونسنتريشن، دي هنقولها لسه صغيره جدا. تعالى نبدا بالاكسجين تنشن. امتى يبدا ياثر؟ ها قال لك لما يقل، يبقى لما يقل ضغط الاكسجين في الجسم، صح؟ ومنه طبعا هيقل الفيزيكال فورم. فيقول لي ايه، الاكسجين تنشن يعتبر بوتنت ستيمولس، هو مؤثر قوي، هو المين ستيمولس اصلا للبريفرال كيمو ريسبتورز، على عكس السي او 2 والهيدروجين ليهم سلايت افكت، فما يعتبروش حاجه قويه، مش هما الاساس. يعني لو اتفقنا مثلا يا جماعه ان السي او 2 بيأثر على النفس من خلال البريفرال كيمو ريسبتور والسنترال، تاثيره على السنترال كيمو ريسبتور 80% وتاثيره على البريفرال 20%، فانت متخيل؟ فلو واحد عنده هايبر كابنيا يعني زياده سي او 2، انا متوقع بقى ان خلاص بقى ده هينفخ بقى الاثنين البريفرال سنترال كيمو ريسبتور فيعلي لي النفس. لا لك لا، هيأثر بس على مين؟ هيأثر على السنترال اكتر 80%. طب ايه رايك بقى لو قطعت مثلا كده الجزء البريفرال كيمو ريسبتور، يعني منعت تاثير السي او 2 عليها، النفس يتغير بمقدار قد ايه؟ قال لك هيقل بس 20%، يعني الايفكت هيروح بمقدار 20%، لان ال 80 مللي شغاله على السنترال معايا. لو قطعت الاعصاب المتصله ما بين البريفرال وبين البرين سنتر، هل كده تاثير السي او 2 يروح؟ لا، ده تاثير 20% منه بس، 80% شغالين سنترال يا باشا. طيب قال لك باخد شويه الارقام دي لانها مهمه جدا للغايه. لو ضغط الانسان بيتراوح، ضغط الاكسجين جوه الدم اللي هو بنسميه الاكسجين تنشن، لو بيتراوح من 160 نورمالي عندنا 100، يعني بتلاقي بقى في التسعينات وال100، انا لو حطيت البالس اوكسيميتر اللي هو المشبك اللي بحطه في صابعي ده متوصل بالشاشه اللي بتعمل تيت 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 دي، بتقيس النبض وتقيس نسبه تشبع الدم بالاكسجين. لما تبدا تبص على النسبه تلاقيها 98 99 100، ده الطبيعي. طيب فمن 160 قال لك لو ضغط الاكسجين من 60 ل 100 كده، ده ما ياثرش على النفس، مش هيخليك تنهج ولا حاجه. اه ممكن لو في ال 60 70 تبقى متضايق شويه في النفس، بس مش هيزود عدد مرات النفس. يقول لك نو افكت على ريسبيريشن، يعني كان في الحقيقه لا، السبعينات تاثر طبعا شويه. طيب لو اقل من 60، يعني مثلا ضغط الاكسجين 59 50، ايه اللي يحصل؟ قال لك هنلاقي عدد مرات النفس يتضاعف، يحصل دبل فنتيليشن، يعني لو كنت بتنفس 12 نور ما تنفس 24 معايا. طيب لو قل بقى من 60 لحد ما بينزل ل 30، قال لك يضاعف 6 مرات. يا خراشي، يعني تخيل كده 6 في 12 تنفس 72 نفس في الدقيقه، ده انت بتنهج، ده انت بتعمل زي ضربات كده، صح ولا لا؟ طيب لو هو اقل من 20 بقى، يبقى ده بيحفز، ده بيحفز، ده بيحفز. لو الاكسجين نقص شويه بيحفز، لو نقص اكتر بيحفز 6 مرات. طب لو نقص اكتر يعني وصل لحد ما اصبح ضغط الاكسجين جوه الدم 20 ملم مركري او اقل، قال لك ساعتها يبدا يحصل انهبيشن للريسبيراتوري سنتر. الا لا يا دكتور افهم معايا، هو الريسبيراتوري سنتر ده مش تيشو ومحتاج اكسجين يتغذى عليه زيه زي بقيه التيشو؟ اه طبعا يا دكتور، ايه المانع في كده؟ عظيم قوي. طب انا دلوقتي لو التيشو ما خدش الغذاء بتاعه زي الاكسجين مثلا، مش الاكسجين مهم جدا للتيشو، هل يعرف يشتغل؟ انت لما ما تكونش بتاكل وصايم كده بقى ليك قادر تشتغل؟ لا طبعا، ولا حتى وانت فاطر وحياتك. فهنا التيشو الريسبيراتوري سنتر لما يبدا يقل الاكسجين للحد ده، مش هيقدر يوصل اكسجين للسنتر. لحظه يا دكتور،
انت قلت لي الاكسجين كان كروس البرين بارير ما بيروحش للريسبتور، ادي قلتها للريسبتور، انما كده كده السنتر ده رايح للبلاد سبلاي لازم يغذيه بالاكسجين اصلا لازم معايا. فلو قل حد هذه الحد فقوه تغذيه او قوه ضخ الاكسجين لحد التيشو تقل جدا لدرجه ان السنتر ما يروحلوش اكسجين فما يقدرش يشتغل، فالريسبيراتوري سنتر يحصل له انهبيشن وده اللي بيبدا يخلي الانسان بقى يبدا يموت. طيب السي او 2 تنشن ثاني واحد، السي او 2 تنشن يقول لك ايه بقى؟ تعال نشوف. اول حاجه لو زاد لحد 3% هو نسبته 3% صح، لو زاد لحد 3% قال لك النفس يتضاعف يحصل له دبلينج، يعني لو كنت بنفس 12 نفس 24 نفس 18 نفس 36 وهكذا عشان تشوف الرياضه يا اولاد. طيب لو زاد مستوى السي او 2 في الدم لحد 6% يتضاعف 6 مرات، لحد 10% يتضاعف 10 مرات، لحد 20% او اكتر كمان قال لك بيبدا ساعتها يحصل ايه بقى؟ يحصل انهيبيشن ريسبيراتوري سنتر، لان ساعتها السي او 2 معناها كتير جدا والاكسجين ناقص في الارض خلاص، فده بيبدا يحصل ساعتها انهيبيشن للريسبيراتوري مين؟ للريسبيراتوري سنتر. تالت حاجه بقى بتاثر برده وبتعمل استيميوليشن للبريفرال كيموريسبتور الهيدروجين. الهيدروجين كونسنتريشن يا ولاد لما يزيد مش لما يقل، لما يزيد معناه في اسيدوزس. قال لك مثلا اسيدوز دي ممكن تكون ميتابوليك او ريسبيراتوري، انا بتكلم دلوقتي ميتابوليك ان شاء الله لما ناخد كيدني كده في الفسيولوجي برضو برانش الكيدني والنيفرولوجي هتاخد بقى يعني ايه الكالوز، يعني ايه اسيدوزس، يعني ايه ميتابوليك، يعني ريسبيراتوري تاخد التفصيل. بس تعالى كده نبتدي نشوف دلوقتي ايه المشكله. ميتابوليك غالبا بسببها مثلا الكيدني او اي اورجان، بس ريسبيراتوري بتحاول تصلح، اللنج تحاول تصلح الميتابوليك. فتخيل معايا مثلا واحد حصل له ميتابوليك اسيدوزس يعني زياده الهيدروجين او الهيدروجين بقى زايد جدا، وعايز اقول لك ان الهيدروجين والحمض والسي او 2 ثلاث اوجه العمله واحده كلهم بيدل على نفس الحاجه، يعني السي او 2 حمض والهيدروجين حمض. ليه؟ لان احنا اتفقنا لو تفتكروا كده التفاعل بتاع السي او 2 لما يوجد في المي يكون موجود في الميه يعمل لي حمض صح، يبقى السي او 2 لو موجود كتير الحمض ايه اللي هو الاتش 2 سي او 3، لو السي او 2 موجود كتير الحمض يبقى موجود كتير، والسي او 2 لو قليل احمض تقل. طيب وده لما بيتفكك بيدي لي هيدروجين وباي كارب، فلو عندي CO2 كتير هيبقى عندي ده كتير يتفكك لكتير فيبقى عندي هيدروجين كتير. اتمنى تكون وصلت. هنا دكتور بص يا معايا، قال لك سعادتك دلوقتي الهيدروجين في حالات الميتابوليك اسيدوزس، واحد عنده اسيدوز زياده نسبه احماض يعمل ايه؟ يروح يحفز الكيموريسبتور بريفرال تو اسلايت افكت طبعا والسنترال ماكسيمالي قوي. لما يبدا يشغل بريفرال كيموريسبتور تقوم البريفرال تبعت امبلس للانسبيراتوري سنتر تقول له اشتغل، فلما يشتغل تتنفس سعادتك كتير، فلما تتنفس كتير يحصل ووش اوت يطلع يخلص السي او 2 يقل من جسمي فيحصل لورنج للسي او 2، ولما السي او 2 يقل الحمض يبدا يقل، يعني كانك بتعمل حاجه اسمها نورماليزيشن او بتعمل حاجه اسمها نيوتراليزيشن، ده التعبير الاصح طبعا، بتعمل حاجه اسمها نيوتراليزيشن وترجع البي اتش بتاعتك للنورمال. ده كده بالنسبه للبريفرال كيمو ريسبتور والسنترال كيمو ريسبتور، ده بالنسبه للكيميكال ريجوليشن. قابلكم بقى في الحلقه اللي جايه ان شاء الله مع النيرفس ريجوليشن. اتمنى اكون استفدتوا، لو عندكم اي سؤال ابعتوا لي، ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب للقناه عشان يوصلك بقيه الفيديوهات باذن الله. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.